اخلي 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 هي معاهم شكون مع هذا شكون زيد شكون الاخر انا الاخر. اليوم حنا كنغطيو اربع دواوير اللي كيتراوح العدد ديال الاسر ديالهم 350 اسره، عدد الاطفال ازيد من 200 طفل وطفله. كاينه هنا الحمد لله 350 قفه رمضانيه وازيد من 200 كسوه العيد الحمد لله، وايضا كاين واحد المرحاض اللي مجهز كاين فيه بلاصه ديال الرجال وديال العيالات، كل مرحاض فيه الدوش والوسط ديال هاد المراحيض كاين بلاصه الوضوء. الحمد لله فمؤسسه الخطاب ماشي اليوم يعني عدنا هاد المبادره، فكنا منذ بدايه الزلزال العشرات من الدواوير والالاف ديال الاسر اللي استفدوا الحمد لله من عده مبادرات اللي كتجلى في خيام مجهزه، المانطات، المواد او المواد الغذائيه، ايضا ما نساوش الكسوه اللي كانت كتستافد منها مجموعه او اللي كيستافدوا منها مجموعه ديال الاطفال. فالحمد لله هاد الشيء كيفرحنا حنا كمغاربه. وهاد المبادره ما جاتش يعني بالصدفه، فسبق ودرنا واحد الدراسه لهاد اربعه الدواور اللي كاينين في ولاد مطاع الزاويه امزميز اقليم الحوز. جينا قبل ما نديروا هذه المبادره وزرنا الساكنه وعشنا المعاناه مع الساكنه وسمعنا للساكنه، والمعاناه كيف ما سمعتوا من الناس كاين معاناه كبيره، كاين معاناه ديال البرد، وكاينين الناس مساكن ما لقاوش ليكوش، كاينين الناس اللي كيعيشوا تحت رحمه الله سبحانه وتعالى والمحسنين. والحمد لله حنا يعني بمساعده مؤسسه الخطاب وايضا بمؤسسه الناس ديال السلطه والمجتمع المدني قمنا بهذه المبادره. السلام عليكم، معكم نجاة حسني، فاعله جمعويه وممثله ديال الهلال الاحمر في منطقه اولاد مطاع وبدوار الزاويه ودار الزاويه، فتح البيبان ديالها اللي كانوا لان اتى عليها الزلزال. الحمد لله هذه المنطقه كانت مهمشه قبل الزلزال، الناس عندهم 5 سنين ديال الجفاف متتاليه وكانوا كيعتمدوا الناس على الفلاحه، كان عندنا يعني اطور كنقولوا الاطور ديالنا قليله يعني هاد الناس الا شفتوا شي حاجه وسمعتوا صوت فهو كيدل على الفرح ديال هاد الناس بالاستفاده ديالهم من هاد القفه ومن هاد المبادره ديال جمعيه الخطاب وجمعيه شكرا والاطور الاعلاميه اللي جاوا يساندوا هاد الناس. الا لمستوا شي حاجه غتلمسوا الفرح ديال هاد الناس وانهم كيعانيوا من الخصاص حيت ما استفدوش هما من المساعدات كمنطقة ديال الحوز ككل، حيت حنا الناس جات الدوار ديالنا داخلة شوية من الطريق الرئيسية، وبحكم أن ما كانش عندنا القتلى، مع العلم أن الدور كلها مشات يعني منهارة تماما، الزاوية حددتها أن التاريخ ديالها كيرجع 400 سنة، وفيها العهد مولاي إسماعيل، ضهائر ديال الزاوية وداك الشيء، ولكن أتى الزلزال على كل التاريخ. إذا كان عندنا شي تأسف فهو تأسف على ضياع التاريخ، ولكن كنتمنوا أن القادم يكون أحسن، والترميم اللي بيصيبنا يصيب القلوب ويصيب هاد المواطنين بما يليق بحفظ كرامتهم. محتاجين يا وليدي، محتاجين بحال هاد العيد، محتاجين يا وليدي، على ما محتاجين؟ جانا هذاك الزنزال وخلعنا والدراري والديور تخلاو لينا وكل شيء. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، والله يجازيكم والله يخلف عليكم والله يكثر خيركم والله يعاونكم والله يرضي عليكم. سبعه دايرين فرحانين، ها ها هو هذا نيت راه ولد ولدي، ها هو تابعني وتيجري قال لي قبيش شد الحوايج، فرحانين وفرحانين حتى حنا بهذا الخير. علاش شكون اللي بيعطينا هذا الخير في هذه البلاد؟ ما كاين شيء، عيانه البلاد ما فيها خدمه، تنخدموا غير شويه لقينا هكا العيالات وداك الشيء وصافي، ما كاينه شي خدمه ما كاين شيء، على ما نفرحوا؟ راه الخير هذا اللي جبتوا لينا، دروك الله يجازيكم بخير والله يعمل ربي يعاونكم ويستركم، تمشيو مستورين وتجيو مستورين، يا ربي تستركم لوالديكم وتعاونكم اوليدي وتوصلكم على خير وبخير، الله يعمل ربي يعاونكم اوليدي. محتاجين اولدي هنا الناس بزاف، حيت ما عندهم لا خدمه لا ربما لا والو، الرجال هنا عسى ما كاين والو، والزنزال من ناحيه الزنزال كمل دابا هذا الزنزال كاع كمل اليوم اللي باقي، الديور تخلاو والخدمه ما كايناش والوقت عيانه والوقت بزاف مكرفس، هاد ولاد مطاع شتي هاد ولاد مطاع مكرفسين بزاف من ناحيه الخدمه ومن ناحيه قلد الشي، واش نقول لك غير عايشين بالله تبارك وتعالى، والله يجازيكم بالخير، اللهم لك الحمد اوليدي، الله يكثر خيركم، الله يخلف عليكم، الله يجازيكم بالخير اوليدي.
حسمين مزيان وكل شيء كان اسمه مازال السن مزيان بخير وعلى خير شي بس ما كان تهنى الوقت الحمد لله لازم يصدرها غنكذا غنكذا اريت اري نكر اريت اري اثر ولله الحمد بنادم غير بنادم زمان يحتاج غير دائما بنادم كيس الطمع غير كيف كيف ولله الحمد افلسني خلف ربي اسيدي زاني في فرخان لان نزلزالي فرخان بزاف غير ولي نكورس نزيد الخبر غير فرحان نسكن شي بس ما كانش نسوان ولله الحمد يزري رمضان الحمد لله بخير وعلى خير عواشركم مبروكه الله يزاديكم بخير الله يزيدكم حتى حنا والحمد لله محتاجين وليداتنا ومحتاجين كل شيء الحمد لله سيدي راه الزنزل ما قصر علينا في الصعوبات ايوا حمدين وشاكرين على كل حال الحمد لله الحمد لله يفرحوا يفرحوا داك راه قيدات لي هاد السيده الحاجه قيدات لي جوج وليدات واحد صغير واحد كبر منا شوي والله يزاديكم بخير الله يزاديكم الله يكثر خيركم الله يوصلكم على خير وتعيدوا ان شاء الله بخير وعلى خير انتم ولا العائله ولا كل شيء المسلمين الجميع الله يزاديكم بخير اتيدي. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.